بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا فيكم. درس جديد من دروس دورة يوز اونلاين المقدمة من قبل فريق اسس، معكم خلدون يلداني. ضمن هذا الدرس نحن حناخد بحث المعادلات الخطية، طبعا هذا الدرس والدرس المقبل ان شاء الله. اول شيء شو يعني معادلة خطية؟ يعني بترسم لك خط وقت بيكون عندك انت علاقة بين واي و اكس، فبيطلع معك خط، لذلك اسمها خطية يعني. فهي معادلة بتكون من الدرجة الاولى، يعني المجهول فيها بيكون الأس تبعه واحد. يعني مثلاً إذا كان عندنا هون، وين لا إذا كان عندنا هون إحنا إكس، إكس على الحل، هي الأس تبع الإكس، وقت ما بيكون مكتوب الأس فالأس بيكون واحد. فبهذا الدرس ما حيصادفنا أبداً إكس مربع أو إكس أس اثنين، إكس مكعب أو إكس أس ثلاثة، إكس أس أربعة، لا لا لا، كل المجاهيل اللي حتجينا هي x على الحل، يعني فعليا هي x أس واحد. إذا هي معادلة من الدرجة الأولى، هي أول شيء. ثاني شيء، إذا كان عندك فقط مجهول واحد يعني x فقط، مطلوب منك فقط x، فأنت بتحتاج لمعادلة واحدة فقط. لذلك الشرط الأساسي لحل معادلات أو لإيجاد مجاهيل بهالمعادلات، كلمة حل معادلة يعني إيجاد قيمة المجهول بهي المعادلة، الشرط أنه يكون عدد المعادلات يساوي عدد المجاهيل. يعني أنا عندي مجهول واحد فأنا بحتاج لمعادلة واحدة، عندي مجهولين فبحتاج لمعادلتين، عندي ثلاث مجاهيل فأنا بحتاج لثلاث معادلات. طبعا في حالات خاصة ممكن يكون عندك ثلاث مجاهيل وتحتاج أو يكون عندك معادلتين بتقدر توجدها بالحذف أو بنحكي عنها لاحقا. المرحلة الأولى وقت بيكون أنا عندي معادلة مثل مثلا AX زائد B، هي معادلة. كلمة معادلة يعني أنا عندي طرفين، طرف يميني وطرف يساري، وفي بيناتهم إشارة مساواة، بيصير اسمها موازنة. ظاهر بعتقد حكينا عن هذا الشيء لاحقا، فهي اسمها معادلة. لازم أنا أحدد المجاهيل والمعاليم بهي المعادلة. شلون بحدد المجاهيل؟ كل شيء حدود فيها x او فيها المجهول تبعي، طبعا علما انه a و b ينتميان لمجموعه الاعداد الصحيحه مثلا، او ينتميان ل r بشكل عام. شو r؟ مجموعه الاعداد الحقيقيه. اذا ما لنا حافظين لهلا مجموعات الاعداد مصيبه. فانا عندي ax زائد b يساوي صفر، فالحدود شو يعني حد؟ اللي ما بيعرف شو يعني حدود كمان مصيبه. الحدود هي الشغلات اللي بيناتها في زائد، فهذا حد الاول وهذا مثلا الحد الثاني، في بيناتهم زائد فصار هذا حد وهذا حد. فالحد اللي فيه مجهول هذا بسميه مجاهيل، والحد اللي فيه معلوم هذا اللي ما فيه مجهول يعني بالاحرى، فهذا بيكون اسمه معلوم يعني معاليم. فانا بنقل المجاهيل لطرف والمعاليم لطرف. حاليا بهالمعادله اللي عندي كثير شخبرنا عليها المعادله، فبنرجع بنكتبها من اول وجديد. ax زائد b يساوي 0، ف المعلوم عندي انا b، فاول شيء بساوي اني بنقل المعاليم لطرف والمجاهيل لطرف، بحط كل شيء حدود فيها x بطرف او z او y او شو ما كان المجهول يكون، كل شيء حدود فيها المجهول تبعي بحطه بطرف والمعلوم تبعي بطرف آخر. المعلوم عنا هون B، فأنا يفترض أنه يصير عندي المعادلة من الشكل AX يساوي، نقلته هذا للطرف الثاني، يساوي B. إذا بما أني نقلته للطرف الثاني فأقول يساوي B. بس يا ابني لازم تنتبه أنه أنا وقت أنقل شغلة من قرنة لقرنة بغير للإشارة تبعه. فأنا نقلت البي فكانت إشارتها زائد، شو تصير إشارتها؟ ناقص. أسحب تنقل بدون ما تغير إشارة، مصيبة. يعني صدقوني إن الشاطرين 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 الأوائل شو بيخربطوا بالامتحان؟ ما بيخربطوا فكرة التمرين ولا بالتكامل ولا بيخربطوا بهالقصة هاي. قديش سخيفة على العجلة على الدوجان بيخربط وبينسى يغير الإشارة. إذا هالحاجة اللي شو بساوي بعدين بعد ما أحط المجاهيل بطرف المعاليم بطرف؟ قال بقسم على أمثال المجهول، أمثال المجهول. شو يعني أمثال؟ يعني العدد الملزوق المضروب بالمجهول. يعني بصير معنا x يساوي ناقص b. إذا أنا شو بقسم على أمثال المجهول؟ بقسم المعادلة كلها، أو فعليا بقسم المعلوم على أمثال المجهول.
فبيطلع معنا مجموعة أو قيمة X بهالمعادلة هو ناقص B على A. هن بالسؤال بيرمزوا لمجموعة الحلول أو حل المعادلة بالرمز check وبين قوسين SS، هذا بالإنجليزي وهذا بالتركي. فوقت بيقولوا لك هيك check مدري شو، يعني بدون حل أو قيمة المجهول بهالمعادلة هاي. خلونا نشوف مثال سخيف شوي. إذا كان عندي 3x، طبعا أنتوا كلياتكم شاطرين بحل المعادلات لكن شر لابد منه أنه نشرح هذا الدرس. قال إذا كان عندي 3x ناقص 3 يساوي 0، فأول شيء بساوي أني بنقل معليم لطرفه بالمدى. فأنا عندي هذا معلوم، عندي معلوم مجهول أستاذ، هذا اسمه مجهول وهذا اسمه معلوم، فبنقل المعلوم للطرف الثاني، فبصير معنا 3x يساوي زائد 3. ليش؟ هي كانت إشارتها ناقص، فبما أني نقلتها للطرف الثاني فبصير إشارتها زائد. هلأ ماذا أفعل؟ أقسم المعادلة على أمثال المجهول، يصبح لدينا X يساوي 3 على 3 ويساوي 1. إذن قسمت هذا على الهيدة، فبيطلع معنا قيمة X بالمجهول يساوي 1. طيب أنا زلمة أخي مفزلك، بحب الفزلكة، طلع معي الحل بالمعادلة طبعا ومعي وقت كتير بالامتحان، طلع معي الحل X يساوي 1. طيب شلون بتأكد انه حلي صح؟ آها، بما انه طلع معك X يساوي 1 معناته انا اذا جيت عوضت 1 بدل هاي X يفترض يطلع معي شو؟ 0. تعالوا نعوض، قال 3 ضرب بدل X بحط القيمة اللي طلعت معي، الحل اللي طلع معي اللي هو 1 ناقص 3 يساوي 3 ضرب 1 3 ناقص 3 بيطلع معنا سبحان الله 0. إذن بالتالي الحل تبعي صح. طيب نشوف مثال تاني أعقد بليرة. إذا كان عندي 4x زائد 2 يساوي 0، أوجد طبعا شو بده؟ بده يعني أوجد التشيك أو مجموعة الحلول. هذا هو مين؟ هذا هو المعلوم، بنقله للطرف الثاني، فبصير معنا 4x يساوي ناقص 2. هلا شو بعمل؟ بقسم طرفي المعادلة على أمثال المجهول أو بقسم على أمثال المجهول، فبصير معنا x يساوي وتقسم على أمثال المجهول طبعا هي بتختفي، أو بجيب الأربعة لهون يعني أنت احفظها مثل ما بدك، فبصير معنا ناقص 2 على 4. بتدور بالامتحان على ناقص 2 على 4 بالأجوبة ما بتلاقي. ليش؟ لأنه لازم تختزل هذا الكسر. شو يعني اختزل؟ يعني أنا لاحظ أنه البسط عندي بيتقسم على 2 والمقام عندي بيتقسم على 2. تعال نقسم البسط على 2 فبصير معنا ناقص 1، تعال نقسم المقام على 2 فبصير عندي 2. إذن بحق لي أنا اختزل البسط مع المقام، يعني قسم البسط والمقام على نفس العدد إذا طبعا يقبلوا القسمة على نفس العدد. مثلا 3 على 5 ما بيقبلوا القسمة على شيء فبيضل الجواب 3 على 5. مثلا 7 على 11 ما بيقبلوا القسمة على شيء هذا. فإذا بيطلع معنا ناقص 1 على نص هو مجموعة أو حل المعادلة. أنت شلون تتأكد أنه حلك صح؟ بتجي بتعوضها ناقص نص بدل هاي الإكس بيطلع معك 0. خلونا نصعب الموضوع شوي. إذا كان عندنا x على 2 ناقص 1 يا سلام يساوي x على 4 ناقص 2، أوجد مجموعة الحلول. هذا يا ابني شو بنعمل؟ وقت بتلاقي بالمعادلة في عندك كسر فأنت بتضرب أو مجموعة كسور طبعا، فبتضرب المعادلة كلها بالمضاعف المشترك الأصغر للأرقام. شو هذا المضاعف المشترك الأصغر للأرقام؟ يمكن حكينا عنها سابقا. يعني أنا حتى أقدر أخلص من هالأربعة هاي وأخلص من أحسن ما وحد المقامات وقيم وحط وأخلص من هالاثنين هاي، قال بيجي بضرب المعادلة كلها بقديش؟ بأربعة. شو عرفني بأربعة؟ لأنه المضاعف المشترك الأصغر للاثنين والأربعة هو أربعة. ليش؟ تعالوا نشوف مثلا شو المضاعف المشترك الأصغر للثلاثة والخمسة. هاي ثلاثة وهي خمسة، شو المضاعف المشترك الأصغر؟ شو يعني مضاعف مشترك أصغر؟ شو مضاعفات الثلاثة أساسا؟ ثلاثة، شو بعد الثلاثة بيجي؟ ستة. ثلاثة ضرب واحد ثلاثة، ثلاثة ضرب اثنين ستة، ثلاثة ضرب ثلاثة تسعة،
3 ضرب 4 12، 3 ضرب 5 15. إذا هدول بنسميهم مضاعفات الثلاثة لأنه ناتجين عن ضرب أعداد بالثلاثة. طيب الخمسة مثلا، 5 ضرب 1 5، 5 ضرب 2 10، 5 ضرب 3 15. فالمضاعف المشترك الأصغر، يعني أصغر مضاعف موجود للثلاثة وللخمسة، هو شو؟ هو الخمستاش. ممكن يطلع مضاعفات تانية بس نحن بدنا الأصغر، لذلك اسمه مضاعف مشترك وأصغر. فالاثنين والأربعة هي اثنين وهي أربعة، شو مضاعفات الاثنين؟ اثنين ضرب اثنين، اثنين ضرب واحد عفوا، اثنين، اثنين ضرب اثنين أربعة، وهكذا. أربعة ضرب واحد أربعة، ها معناتها المضاعف المشترك الأصغر للاثنين والأربعة شو؟ أربعة. طبعا أنت ما بتعمل كل هالعملية المعقدة بالامتحان وأنا لازم عم بشرح بالتفصيل، لكن مهم نحنا نفهم شو عم نساوي. يعني وقت أضرب المعادلة، ليش عم بضرب المعادلة كلها بهذا الرقم؟ لأنه هذا المضاعف المشترك الأصغر للمقامات. فوقت أضرب المعادلة بالمضاعف المشترك الأصغر للمقامات، شوفوا شو حيصير. وقت حأضرب الأربعة بإكس على 2، وهون طبعا المعادلة كلها بضربها، يعني كل الحدود بضربهم بأربعة، فالواحد أيضا يفترض أني يضربها بالأربعة، فبصير معنا ناقص أربعة، لأنه ناقص واحد ضرب أربعة ناقص أربعة يساوي أربعة بإكس على أربعة ناقص ثمانية، اثنين ضرب أربعة ثمانية. إذا ضربنا كل الحدود بأربعة، هلا هاي الأربعة بتروح مع هاي الاثنين، فبصفى عنا هون اثنين، يعني بصير معنا 2x ناقص 4. هاي الأربعة بتروح مع هاي الأربعة، فبصير معنا فقط x بيروح، لا بصفى 4 بالبسط ولا بالمقام، ناقص 8. هلا بنقول المجاهيل لطرف المعلم، إذا خلصت من المقامات، دائما وقت بيجيك مقامات بالمعادلة خلص منها. طيب هلا بنقول هاي x لهون والناقص 4 لهون، ليش؟ مش هنحط المجاهيل بطرف والمعاليم بطرف، فبصير معنا 2x ناقص x. شايفين هاي الاكس ما في قدامها إشارة، معناتها الإشارة اللي قدامها شو؟ زائد. إذا ما في إشارة معناتها الإشارة زائد، فقد نقلها للطرف الثاني فبتصير ناقص x يساوي ناقص 8، ضلت هاي بقرنتها ما ساويت فيها شيء، بس نقلت لعندها ناقص 4 فبتصير زائد 4. هلا بكون انا شو عملت؟ حطيت المجاهيل بطرف والمعاليم بطرف، فبصير معنا 2x ناقص x هو x يساوي ناقص 8 زائد 4، فالجواب بيكون عندنا ناقص 4. طبعا نحن عم نحل بالتفصيل مو من هلا لانه لساتنا بداية الدرس. السؤال اللي بعده، اذا كان عندنا 3 على x على 2 زائد 1 ناقص 4 على x على 2 ناقص 1 يساوي 0، أوجد مجموعة الحلول. فشو بساوي بهاي؟ أخي إذا وحدنا المقامات وقمنا وحطينا حنتلبك بليرة. تعالوا نعمل الشغلة التالية، خلوني نقول هاد كله للطرف الثاني. شلون يعني؟ يعني بصير معنا 3 على x على 2 زائد 1 يساوي 4 على، بما انه هي الاشاره كانت ناقص فبتصير زائد، والصفر طبعا بيروح، ما هذا خلي الصفر موجود. x على 2 ناقص 1، هلا بواحد المقامات، خلونا نوحد المقامات، بصير معنا 3 على x زائد 2 على 2 يساوي 4 على x ناقص 2 على 2. ما عاد اشرح انا كيف عم نوحد المقامات، خلاص صرنا كبار. بروح الاثنين مع الاثنين سبحان الله بيروحوا مع بعض، فبصير معنا وبضرب الطرفين بالوسطين، تعالوا نضرب هاي بهاي وهي بهاي، فبصير معنا 3 ب x ناقص 2. طبعا شو هاي الخاصيه اسمها؟ خاصيه الضرب التقاطعي من التناسب. 4 ب x زائد 2، 3x ناقص 6 يساوي 4x زائد 8. هلا بنقول دائما الامثال الاقل عند الامثال الاكثر مشان ما يطلع معي ناقص وتلبك، انا ملبك خلقه، فبصير معي 4x ناقص 3x. طيب مو بالعاده نحن دائما المجاهيل بنحطهم على اليمين؟ ما بتفرق ابني، هي مساواه روح رجع يعني.
وهون عندي ناقص 6 ضلت بقرنتها، بس مين حنقول الناقص 8 لهون، فبصير معنا ناقص 8 ناقص 6 يساوي 4x ناقص 3x، 4x ناقص 3x هو x، ناقص 8 ناقص 6 فالجواب بيكون عنا بكل فخر ناقص 14. إذا مجموعة الحلول ممكن يكتبوا لك ياها هيك ناقص 14، تمام؟ لا تلبك من هدول الأقواس، لا تخاف منه، دائما الحلول منحطهم بين هدول القوسين. طيب خلونا ناخذ مثال متطور شوي، حاول توقف الفيديو وتحلوا المثال لحالك. إذا كان عندنا x على نص زائد 1 يساوي 3x زائد 1 على 3، أوجد مجموعة الحلول. بده يانا يعني شو نعمل؟ نأوجد. شو يعني أوجد مجموعة الحلول؟ يعني أوجد قيمة المجهول بهي المعادلة. وقف الفيديو، شغل الفيديو. إذا كان عنا هلا هاد، تعالوا أول شيء شو نعمل؟ خلونا نوحد المقام هون. فبصير معنا x على نص زائد 1، احفظها دائما، نص على زائد 1 هي 3 على 2، اللي بيقول انه انا شلون بصير سريع بالحل. انت من كتر ما حتجمع نص زائد 1 نص زائد 1 خلص حتحفظ انه هي 3 على 2 مباشرة، تمام؟ طبعا هو يعني هي بس هيك يعني اجمالا الحياة صعبة. هلا بنطلع الاثنين لفوق، فبصير معنا 2x على 3 زائد 1 يساوي، هون في 3 استاذ، يساوي 3x زائد 1 على 3. هلا يا شاطرين شو بعمل؟ بضرب المعادلة كلها بثلاثة حتى اخلص من المقامات، يا اما بواحد نفس الشيء، بس الافضل اني اضرب المعادلة كلها بثلاثة حتى اخلص من المقام. فبصير معنا 2x لانه الثلاثة بتروح مع الثلاثة باول حد، زائد 3 لاني انا عم بضرب الثلاثة بكل الحدود، ف3 ضرب 1 3 يساوي هاي الثلاثة بتطير مع الثلاثة اللي حاضربها، فبصفوا عنا فقط 3x زائد 1. هلا بنقول 2x لهذا الطرف، فبصير معنا 3x ناقص 2x يساوي 3، شايفين 3 ناقص 1، هي اذا مو حنقلها لهذا الطرف، فبصير معنا ناقص 1. 3x ناقص 2x هي x، وهون عنا بيطلع معنا 2. فاذا مجموعة الحلول بتكون بالاجوبة بتلاقيها هيك 2، تمام؟ هيك عاملين لها شو اسمه وجهة وحاطين لها بين قوسين. هيك بيكون انتهى هذا الدرس. الدرس القادم حنحل مجموعة معادلات خطية، مو وحدة، هي وحدة. فالدرس القادم مجموعة معادلات خطية. إلى اللقاء.